عودة مرة أخرى إلى نشرة أخبار الثالثة. نتابع مع حضراتكم آخر تطورات فيروس كورونا عالمياً. والبداية من البرازيل، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 1000 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي تحتل فيه البرازيل المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميا في عدد الوفيات. تجاوز عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو 400 إصابة. من جانبها، أوضحت السلطات اليابانية أن عدد الإصابات الجديدة بلغ نحو 22 إصابة، مشيرة إلى أن هناك 6 حالات قادمة من الخارج و16 حالة أخرى تعيش في اليابان، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية. سجلت أستراليا رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام، حيث سجلت أكثر الولايات سكنا وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، ما يقدر ب 361 حالة إصابة بسلالة دلتا شديدة العدوى. يأتي ذلك بالتزامن مع سريان عزل عام وصارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان أستراليا، حيث رصدت السلطات الأسترالية أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات.